بالنسبة للبنات اللي تيقولوا لي في التعليقات عافاك اختي شاركي معنا شي وصفة اللي تكون تتحيد التجاعيد وكذلك كتجبد البشرة وكتقضي على التصبغات وكتوحد اللون ديال البشرة. وانا فعلا عندي وصفة رهيبة البنات في التبيض، هاد الوصفة غتخليكم تستغناو على الفوندوتات، تستغناو على الكريمات، غتنساوهم واش كاينين ولا ما كاينينش. هاد الوصفة كتبيض البنات البشرة، كتعطي الاضاءة، كذلك كتقضي على التجاعيد. وهذا المكون هذا هو الكورجيت، المفعول ديالو اقوى من البوتوكس اضعاف واضعاف. فهاد الوصفه اللي عندها تجاعيد واللي عندها البشره ديالها باهته واللي عندها البشره ديالها فيها الطبايع وفيها التصبغات، تجرب ليا هاد الوصفه هذه وترد عليا الخبر. المهم غادي ندوزو دابا تشوفوا معايا المكونات، طريقه التحضير، تبعوا معايا الفيديو التالي هكا باش تشوفوا معايا ان شاء الله المكونات وكيفاش غادي تستعملوا الوصفه. وغادي ندوزو على بركه الله نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. لكن قبل احبابي كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، بغيتكم كاملين تخليوا لي البصمه ديال اللايك وتخليوا هذا الفيديو يشوفوه ناس اخرين، يعني يكون عليه تفاعل يعني باللايكات ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. غادي نبداو الوصفه ديالنا. كما كتشوفوا معايا عندنا الكورجيت، غناخذوه يعني كمكون يعني اساسي في الوصفه. فبالنسبه للكورجيت تتجدد لنا يعني الخلايا ديال البشره، كذلك كتبيض لنا البشره، كتحيد داك الشحوب ديال البشره، وكذلك يعني التصبغات، كتفتح لنا من اللون ديال البشره، وكذلك هي ممتازه بزاف للتجاعيد يعني الشيخوخه المبكره وعلامات يعني التقدم في السن. فاول حاجه كناخذوا ديك الكورجيت كما كتشوفوا معايا، فغادي نغسلوها يعني بطبيعه الحال، وغادي نقطعوها قطع يعني صغيره باش نحضروا بها الوصفه ديالنا. فبالنسبه يعني اللي عندهم المشكل ديال الهالات السوداء واللي عندهم المشاكل يعني ديال الاثار ديال الحبوب، كذلك التصبغات ديال اشعه الشمس، هاد الوصفه يعني كتقضي على هاد المشاكل، ومن الوصفات يعني الرائعه واللي زوينه بزاف، واللي غادي تحضروها غادي تعطيكم يعني نتيجه من اول استعمال بلا كثره يعني وصفات. من اول استعمال غتلقاي نتيجه هائله في التبيض، وغادي تشوفي الوجه ديالك غادي يولي فيه واحد الاضاءه، يعني كيولي الوجه كيولي ما كيبقاش باهت، يعني كتعود فيه واحد الاشراقه اللي زوينه بزاف. فهنا كنقطعوا الكورجيت بالقشور ديالها، ما كنحيدوش ليها القشور، بالقشور ديالها كما كتشوفوا معايا. وغادي ناخذ واحد الكاسرونه، غير كنقطعوهم هكا طريفات صغارين، كناخذ واحد الكاسرونه اللي فيها غادي نديروا هاد القريعه هذه ديال الكورجيت، وغنزيدوا عليها واحد الكميه ديال الماء. المهم الماء ماشي بزاف، غير شويه هكا باش تسلق دغيا، يعني هنا كنسلقوها غير ما تنسلقوهاش بزاف بزاف، هي دغيا كتسلق. هنا من بعد ما تسلقات انتما كي كتشوفوا معايا كنسلقوها مزيان. ودابا غندوزو باش تشوفوا معايا كيفاش غادي نحضروا الوصفه، يعني من بعد ما وجدنا هاد الكورجيت ديالنا. فسناخذوا واحد السلافه وغناخذوا هاد الكورجيت هادي، غادي نمعسوها مزيان حتى تولي لينا على شكل كريم يعني تقريبا. المهم تنمعسوها مزيان، ممكن غتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه للبنات اللي محتاجين لشي وصفه ديال الشعر او لا الجسم او لا اي وصفه كيف ما كانت، خليوا ليا يعني في التعليقات هكا باش نشارك معكم وصفات اللي كتبغيو. وبالنسبه للجداد اللي اول مره كيشوفوا لا فيديو، كنقول لكم مرحبا الف مرحبا. الى عجبكم المحتوى ديال القناه بطبيعه الحال ما تنسوش الانضمام للعائله ديالنا، فعلوا زر الجرس اكيد باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. بعد ما خديت هذيك القريعه اللي سلقتها غادي غنمعسها مزيان حتى تولي ليا على شكل كريم، غير هنا الكميه قليله، الى يعني الى درتو كميه اكثر ممكن يعني تطحنوها، غير هنا كميه قليله ما غاديش تطحن، داكشي علاش انا غادي ندير ليها غير الفرشيط. وهكا يعني كنحضر هذه الوصفه، يعني كنستعملها بحال هكا. هنا انا درتها في زلافه كبيره غير باش تساعد ليا. هنا معست هذيك الكورجيت مزيان،
ودابا غادي نصفيوها بهذه الطريقه هذه، فهكا كيسهل علينا اننا يعني نتحصلوا على كريم ديال الكورجات. غادي نصفي هاد الشيء مزيان كما كتشوفوا معايا، فهذه طريقه سهله هكا باش دغيا توجد معاكم. صافي غادي نكمل بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي نرجع معاكم باش نكملوا يعني التتمه ديال الوصفه. المهم البنات انا حطيت لكم واحد الوصفه ديال القشور ديال الماندارين، ممتازه بزاف ورائعه حتى هي للبشره، ووصفه يعني كتسيا كتبيض يعني الوجه، كتبيض الجسم، زوينه بزاف. يعني اللي مازال ما شافتهاش ترجع للقناه غتلقى الفيديو وغادي تشوف. المهم كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الطريقه يعني باش تحصلوا على واحد الكريم ديال هاد القرعه بهذه الطريقه هذه. انتما كلشي داكشي كيهبط رقيق، وبالتالي كتحصلوا على كريم بدون ما تستعملوا الخلاط الا كانت كميه قليله. صافي دابا غادي ناخذوا ثاني مكون من بعد ما يعني وجدنا هاد القريعه. غادي ناخذوا الحليب المجفف او الحليب غبره، اللي هو مرطب البنات للبشره وكذلك مفتح للبشره. وهاد الوقيته هذه ديال البرد راه يعني الوجه تيولي فيه المشق، يعني تيمشق يعني تيتعرض كينشف، كذلك البشره كتولي جافه كتعرض للتشققات. فمزيان بزاف يعني تستعملوا الوصفات الطبيعيه اللي تكون كتعطي الترطيب واوميم طون كتعطي التفتيح. غنخلطوا هذا الشيء مزيان كما كتشوفوا معايا. بعد ما تنخلطوا هاد المكونات غادي ناخذوا هنايا ياغورت طبيعي دانون مسوس اللي عندكم، ولكن احسن يعني دانون مسوس يعني يكون مسوس، يكون مسوس ماشي ما يكونش فيه السكر. وغادي نضيفوه ونخلطوه مزيان انتما كي كتشوفوا معايا. بعد ما تنخلطوا الخليط كنتحصلوا على يعني خليط كريمي كما كتشوفوا معايا في الفيديو بهذا الشكل هذا. بعد ما غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين مزيان، غير حضروا يعني هاد الكريم حضروه غير بالعقل هكا باش الوصفه تجيكم زوينه. دابا غناخذوا النشا، غناخذوا واحد الكميه هكا ديال النشا. النشا زوين بزاف هاد الوصفه لانه حتى هو من المكونات المبيضه اللي كتبيض لينا الجسم وكذلك كتبيض لينا البشره. وهاد هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم ممكن ديروها حتى للجسم ديالكم، كتبيض بزاف البنات وكتوحد اللون، وممكن ديرها يعني جميع انواع البشره. ضفت معلقه صغيره عامره ديال النشا وغنخلط مزيان كما كتشوفوا معايا. هذا هو الكريم كما كتشوفوا تيجي بحال هكا، يجي بحال هكا، وكتستعملوه للبشره نص ساعه البنات، نص ساعه كتخليوه 30 دقيقه على البشره، ضروري 30 دقيقه لان كل ما خليتوه كل ما كيعطي نتيجه احسن واحسن على البشره ديالكم. بالنسبه يعني شحال من مره في النهار تديروه، شحال من مره قلت عفوا في الاسبوع تديروه، تديروه واحد ثلاثه المرات هكا في الاسبوع كيعطي نتيجه زوينه بزاف ورائعه، لا بالنسبه لشد البشره ولا بالنسبه للتبيض والتفتيح، وكذلك يعني توحيد اللون ديال البشره. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما وجدت هذا الكريم. غنوريكم هنايا كيفاش تيجي، كتطبقوه هكا على البشره ديالكم، ممكن ديروه للجسم كما قلت لكم. وهذا البنات ما كيخليش الهالات السوداء، ما كيخليش لا يعني تصبغات لا حتى حاجه، يعني زوين بزاف. صافي كطبقوه بهذا الشكل هذا، واهم حاجه هي تخليه نص ساعه، فمكونات ديالو كامله مكونات طبيعيه.
صافي. من بعد ما كدوز نص ساعه كتغسلوا البشره ديالكم، وضروري البنات ما تنساوش ايدغاتاسيون البشره في هذا الوقت هذا ديال البرد، ضروري ايدغاتيو لابو ديالكم هكا باش البشره ديالكم دائما تبقى رطيبه وتبقى زوينه، واومين طبعا يعني تستعملوا الوصفات الطبيعيه للتبييض وتبقوا محافظا على البشره ديالكم. وهذا هو او هذه هي الوصفه اللي بغيت نعطيكم اليوم، اللي هي وصفه زوينه وممتازه بزاف، غادي تستافدوا منها ان شاء الله، تستافدوا منها. واي وحده عندها التصبغات او اي وحده عرفتوها بغات يعني شي وصفه هكا طبيعيه، شاركوا معها هذه الوصفه باش ان شاء الله كاع اللي عندهم مشاكل في البشره يعني ديال التصبغات ديال الحبوب ديال يستافدوا ان شاء الله من هذه الوصفه. وهادشي اللي كاين، هنا نكون وصلت لنهاية الفيديو، في أمان الله.